ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وفاة فاطمة الزهراء الغزاوي فتاة القمر محبوبة الملايين عبر العالم. توفيت يوم الأحد الشابة فاطمة الزهراء الغزاوي التي اشتهرت بلقب فتاة القمر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد معاناة طويلة مع المرض. وأعلنت الصفحة الرسمية للمرحومة البالغة من العمر 31 سنة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر وفاتها بعد معاناة مع المرض. وكانت الصفحة الرسمية لفاطمة الزهراء قد كشفت خلال الشهور الأخيرة عن تدهور وضعها الصحي إثر معاناتها مع فقر الدم الحاد، وأدخلت إلى مستشفى الشيخ خليفة بمدينة الدار البيضاء لمتابعة العلاج. وكانت فاطمة الزهراء الغزاوي تعاني أيضا من مرض نادر معروف باسم جفاف الجلد المصطبغ أو XB، وسيوارى جثمان الفقيدة مباشرة بعد صلاة العصر من يوم الأحد بمقبرة المحمدية، فإنا لله وإنا إليه راجعون.